استاذ رشوان، الحياه الفنيه ثريه جدا، فايه راي حضرتك يعني نبتدي بالاعمال اللي سايبه بصمه وسايبه علامه عند الناس؟ ايه رايك في الحب واشياء اخرى بما انه كان بيتعاد قريب؟ وبصراحه مهما تعاد مليان بدروس لايقه بالزمن، بكل زمن. طبعا النص كان جميل. ايوه. وسمعنا رعكاشه. ايوه طبعا. مدام انعام. وبعدين جلال الشرقاوي. ومدام زهره، وكان ممدوح عبد الحليم ابني. ممدوح عبد الحليم ده يعني بعتبره الله. ابني. الله. انا فاكر ما كنت بمثل دور زمان. كان هو يعمل، اما اكون في مرحله طفوله هو يعمل دوري وهو طفل. يعني ممدوح بعتبره ابني من اولادي. بالاضافه ان الدور كان فيه ازمات دراميه فظيعه جدا. انسان بسيط جدا. وكل ثروته مضيعها على الثقافه والفن والتبلوهات وحاجات كده. وفي مشهد بيني وبين الاستاذ الكبير جلال الشرقاوي حوالي 5 دقايق لما كان عند حضرتك في البيت وبيقول لك خد الفلوس ومش الفلوس وحل لي الازمه. قال لي بس فلح تستلف وبتاع، وسابني بينهار وراح باع كل حاجه عشان يسدد. وبعدين اصلي الشغل مع الكبار دول. يعني نعم محمد علي مخرجه يعني اكثر من رائعه، وبعدين ممثلين مش ممثلين جامدين قوي. يعني لما تمثل مع جلال الشرقاوي عبقري في الاداء التمثيلي، وخاصه بقى اما بيعمل ادوار فيها شر او شده او بتاع. انما يعني وبعدين شوف مع قوة جلال الشرقاوي كممثل. كان مدام انعام، اصل انا بقول بيني وبينها بقول لها انعام لان احنا دفعة واحدة مع بعض، بس انا اكبر منها بشوية. فمدام انعام تقول يا استاذ جلال التون في الحتة دي ما اعرفش حصل مثلا ستوب. ومين يخش تقول له التون مختلف يا استاذ جلال؟ لا حاضر. بيلتزم. بيلتزم وهو مخرج كبير قوي. ومدام انعام تقول له ايه اطلع بالتون شويه علشان تظبط مع اللي فاتت. ويقول حاضر. شوفي جلال الشرقاوي ده مش حاجه بسيطه. يعني مش كمخرج بس، كممثل ممثل جامد يعني.